أهلا بكم مشاهدينا، وهذه نشرة أخبار كورونا أبدأها بأبرز العناوين. الصحة العامة تحذر المواطنين من خطر موجة ثانية لفيروس كورونا الشتاء المقبل. تراجع واضح بعدد الوفيات بكورونا في كربلاء، والأهالي يشكون من قلة الأدوية وغلاء أسعارها. الصحة العالمية تحذر من أن الشهرين المقبلين هما الأقصى في أوروبا لمواجهة كورونا. أهلا بكم. حذر مدير الصحة العامة رياض الحلفي المواطنين بشأن فيروس كورونا مع قرب حلول فصل الشتاء، وأوضح الحلفي أن المواطنين يصابون بالإنفلونزا الموسمية مع قرب حلول فصل الشتاء، وهذا ما سيجعلهم في حيرة فيما إذا كانت موسمية أو فيروس كورونا. وأضاف أن المواطنين مطالبون بالتعامل مع الإنفلونزا العادية على أنها فيروس كورونا. انخفاض واضح بعدد الوفيات بفيروس كورونا تسجله محافظة كربلاء، لكن أهالي المحافظة والمصابين بالفيروس يعانون من قلة الأدوية وغلاء أسعارها، وهم بانتظار ما تقدمه الجهات المختصة مع حلول عاجلة تسهم في إنقاذ حياة أخرى من براثن الجائحة. جائحة كورونا ألقت بظلالها على مستوى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بعد انتشارها، ليكون الجهد الصحي منصبا على احتواء فيروسها ومركزا على حالات الخطرة، ما أدى إلى تراجع تلك الحالات بشكل كبير في ردهات العناية المركزة. أثرت هذه الجائحة على كل الخدمات المقدمة من المستشفى، وللأسف طبعا نعتذر من أهلنا ومرضانا اللي حقيقة ما قدرنا يعني نجري لهم العمليات اللي في مستشفانا، لأنه وتعرف المستشفى الحسيني فيها أكبر صالات عمليات. عدد الوفيات يعني أيضا تراجع، وهذا طبعا يعكس كل ما تزداد الحالات الشديدة كل ما تزداد لا سمح الله الوفيات، لكن الشكر لله أنه الحالات الشديدة قلت بنسبة ملحوظة جدا. معظم الحالات اللي تصل لنا هي حالات متوسطة. ما زال الكادر التمريضي والطبي أيضا الخدمي يقومون بتقديم أفضل الخدمات للمرضى الراقدين ببناية الحياة الأولى والثانية، وكذلك ردهة الوافدين. وتشير المعطيات الصحية إلى استقرار نسب الإصابات مع زيادة حالات الشفاء المصابين التي أثقلت كاهل الملاكات الطبية وأسرهم لارتفاع أجور العلاجات الخاصة بكورونا. يعني هاي المغذي، هاي الأبر الموجودة عندنا اشترينا لها دواء من هذا الأبر الروسية، أكو بيها ب 35 وأكو ب 40 وكل من حسب وصفته، فذبينا فلوس هواي بس ماكو والله 1,900,000 الله شاهد أدوية. أنا عندي أمي جوا مريضة، وأنا المرافق مالتها، والعلاج كله من برا، خدمات ماكو، والعلاج قصار له حوالي بالمليونين أنا صارف. وتشهد نسب وفيات جائحة كورونا والحالات الحرجة تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، رغم قلة العلاجات المقدمة للمرضى وارتفاع أجورها على ذويهم. من كربلاء المقدسة حسن المحنة، العراقية الإخبارية. مشاهدينا، وعن الوضع الوبائي في كربلاء ينضم إلينا مدير مدينة الإمام الحسين الطبية الدكتور صباح الحسيني. دكتور أهلا بك، كيف تصف لنا منحنى الوضع الوبائي في المحافظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم وعلى مشاهدي قناة العراقية ومن قناتكم المباركة. حقا نحيي الكوادر الطبية والصحية العاملة في مجال وباء كورونا. نعم، يعني كان المتوقع بعد زيارة العاشر المليونية اللي شاهدها كل العراق أنه مستوى الإصابات قد يكون يتضاعف في هذه المحافظة المقدسة، لكن الشكر لله يعني لم تزداد هذه النسب ومستوى الإصابات بقى كما هو الحال عليه، إضافة إلى حقيقة فد ظاهرة أخرى يعني يمكن لمسناها أنه معظم الحالات اللي نسجلها يوميا هي حالات متوسطة وحالات بسيطة. طبعا هذا فد حقيقة ظاهرة يعني يجب أن يعني تحليلها،
ويمكن نوعزها إلى أسباب علمية وأسباب يعني حقيقة بس رحمة رب العالمين يمكن تفسرها. أنه الأسباب العلمية أنه كربلاء كانت قبل الزيارة تسجل أرقام كبيرة، وتتذكرون يعني كربلاء احتلت المراتب الثامن، أحيانا وصلت مرتبة الثالثة أو الرابعة بتسلسل الإصابات في العراق. وهذا الموضوع حقيقة أعطى تحذير كبير لأهالي كربلاء، وأعطى تحذير للناس المصابين بعدم الحركة والحفاظ على عوائلهم، ويمكن انعكس إيجابا على ما بعد الزيارة. هاي الناحية الأولى. الناحية الثانية دخول علاجات العلاج الروسي ودخول علاج الراميدسفير اللي قام يقدم حتى للحالات المتوسطة والبسيطة، يمكن أثر علينا. والظاهرة اللي خارج العلم أنه رحمة رب العالمين لزوار الإمام الحسين أكيد موجودة ومؤمنين بها كل الإيمان. فالحمد لله يعني كربلاء الآن تشهد إصابات، نعم موجودة وأرقام موجودة، يعني نسبتها خلينا نقول يعني قلت عن حتى قبل الزيارة، لكن الظاهرة الأهم من هذا أنه الإصابات الشديدة قليلة، وهذا انعكس أيضا على نسبة الوفيات. معظم الحالات الموجودة في الآن مستشفانا اللي هي المستشفى الرئيسي لعلاج وباء كورونا هي حالات امتدت حقيقة معالجة مرضانا لما قبل الزيارة. يعني معظم الحالات الخطرة الموجودة الآن في المستشفى هي حالات موجودة أساسا منذ فترة الزيارة، زيارة العاشر ولحد الآن. نعم. ونتمنى لهم إن شاء الله الشفاء والخروج من هذه المستشفى بأقرب وقت. نعم. طيب دكتور، هل من إجراءات جديدة اتخذها مستشفى الحسين الطبي لمواجهة أي موجة ثانية من جائحة كورونا؟ والله أولا إحنا نعول كثيرا، إحنا نتمنى أنه ما نصير ما ندخل مرحلة العلاج، يعني نعم. نتمنى هذا الموضوع، نتمنى الوقاية هي دائما خير من العلاج. ومثل ما تعرف يعني تغيير الجو الآن يعني بدأ في العراق، وممكن يعني حدوث إصابات بالإنفلونزا العادية مختلطة مع إنفلونزا الكورونا. نعم. إضافة إحنا مقبلين على زيارة الأربعينية، تعرفون زيارة الأربعينية هي يعني إذا قارناها بزيارة العاشر لا يعني حقيقة نسبة يعني غير قابلة للمقارنة، لأنه معظم الزوار في زيارة العاشر هم من أهالي كربلاء. نعم. أما في زيارة الأربعين فيصير اختلاط من كل المحافظات وورود حقيقة الملايين من زوار الإمام الحسين إلى كربلاء، وهذه يعني نعتبرها أيضا مرحلة خطرة بالنسبة لكربلاء وبالنسبة للعراق أيضا، مو لأنه كل هم يرجعون لأهاليهم وأكيد يصير اختلاط في محافظة كربلاء. نعم. طيب لذلك الوقاية. نعم إذا سمحت لي، أهالي المحافظة يعانون من قلة الأدوية الخاصة بكورونا وغلاء أسعارها، ما تعليقكم بشأن هذه الظاهرة؟ هو طبعا فعلا الأدوية الآن اللي تستخدم في علاج وباء كورونا هي مكلفة جدا. نعم. وباهظة جدا، يعني الإنفاق هسه اللي صار في مستشفياتنا اللي حقيقة على مستوى مدينة الإمام الحسين الطبية إنفاق كبير، من مستوى الوقاية الشخصية للكوادر الطبية، من مستوى الأدوية اللي حقيقة لا تقارن، أثمانها جدا باهظة، تعرف أدوية جديدة نازلة للأسواق وغالية جدا. لكن اللي يمكن تكلموا عنه، أنا سمعت الإخوان اللي تكلموا عنه أنه خارج المستشفى، تعرف هسه معظم الناس اللي يصابون بما أنه حالاتهم هي بسيطة ومتوسطة فما يلجؤون للمستشفى، بالعكس يخافون المستشفى. نعم. الكثير من عندهم يجري الفحوصات خارج في العيادات الخاصة، ولذلك الطبيب من يوصف لهم العلاج من الصيدليات الخاصة أكيد مكلف بالنسبة للمريض، وخاصة أنه كل عائلة يعني ليس لديها مريض واحد، عادة مريضين وثلاثة وممكن العائلة كلها. نعم. فلذلك يصير التكلفة جدا باهظة على الأهالي، نقدر هذا الموضوع. لكن للأمانة يعني مدينة الإمام الحسين الطبية الآن سواء بتجهيز وزاري سواء بتبرعات من الأدوية موفرة، العلاج الروسي اللي هو يعتبر يعني الحلقة الأهم في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة، والعلاج الراميدسفير اللي هو للعلاج الحالات الشديدة. وتعرف هذا الراميدسفير يعني كل الأبرة الواحدة تكلف تقريبا $1,900، فإذا ما احتاج المريض، أي مريض إذا احتاج هذا العلاج على أقل تقدير يحتاج 5 إلى 6 فيالات من هذا، فشوف التكلفة جدا عالية بالنسبة له. لكن الحمد لله
في الوقت اللي أنا أتكلم وياكم هسه بهذا الوقت، العلاج هذا موجود بالمستشفى ويصرف مجانا للمريض داخل ردهات يعني المعالجة وباء كورونا. نعم. يمكن أكو أدوية أخرى جائز يعني ما متوفرة، لكن هذا العلاج الرئيسي المهم الغالي أيضا هو موجود، بإضافة للعلاج الروسي وإضافة للمضادات الحيوية وإضافة إلى أجهزة العناية المركزة الموجودة في مدينتنا الطبية. نعم. طيب دكتور، كيف تصف إجراءات الحكومة المحلية وخالية الأزمة، خاصة في ضوء الحديث عن موجة ثانية للفيروس؟ والله أستاذي، هو أولا يعني هذا الوباء وباء غريب ووباء يمكن صعوبة فهمه لحد الآن، يعني إحنا كأطباء متابعين خلينا نقول التقارير العالمية لحد الآن كل يوم يظهر لنا في التقرير يعني حقيقة يضرب التقرير الذي يسبقه، وهذا مو يعني بعيد عن الطب باعتبار أنه هذا الوباء غير معروف وغير مشخص يعني خلينا نقول بكل التفاصيل، سواء تفاصيل النقل أو تفاصيل البقاء، حتى يمكن تذكرون سابقا من صار موضوع الحرارة وتغيير الجو قالوا أنه في فترة الصيف سوف ينحسر هذا الوباء لأن باعتبار حرارة العراق عالية، لكن للأسف احنا شفنا العكس من ذلك، يعني بالعكس زادت عندنا الموجة وصارت الإصابات جدا كبيرة في فترة أعلى فترات خلينا نقول الصيف، لذلك لا يمكن التكهن بأي يعني عواقب لهذا، يعني لا يمكن التكهن بمسيرة هذا الوباء، وبالعكس احنا هسه يعني مثل ما ذكرت لك انه بعد زيارة توقعنا انه الإصابات ممكن تتضاعف، لكن الشكر لله يمكن رحمة رب العالمين بزوار الإمام الحسين والإجراءات الطبية المتوفرة ساعدت كثيرا على تقليل على أقل الحالات الشديدة، ونتأمل يعني كل حادث حديث، يعني نعم. حقيقة استعداداتنا الآن حولنا صالات العمليات الموجودة اللي هي عبارة عن 24 صالة يعني في طور نحولها إلى عنايات مركزة استعدادا لأي موجة جديدة. نعم. وتوفير الأجهزة التنفس الصناعي الموجودة، وما أخفيك يعني عندنا مشاكل كبيرة في إصابات الكوادر الطبية والصحية، هاي موجودة وعلى الدوام، ولذلك يمكن وزارة الصحة آخر قرار صدرته أنه يكون الدوام 100%، على العلم أنه يعني حتى هذا القرار يعني قد يسبب أيضا مشكلة في زيادة إصابات الكوادر الطبية، لكن هو هذا يعني المنفذ الوحيد خلينا نقول تلافي عدد الإصابات في الكوادر الطبية والصحية. نعم. مدير مدينة الإمام الحسين الطبية الدكتور صباح الحسيني، شكرا لكل ما تفضلت به. المراكز الصحية العاملة بنظام التذكرة الإلكترونية في برنامج الزائر الصحي في محافظة المثنى تواصل تحديث قاعدة بياناتها لتسهيل مهام فرق الاستجابة السريعة للوصول إلى الملامسين والمصابين بفيروس كورونا وحسب الرقعة الجغرافية، ما يسهم في تحجيم انتشار الفيروس ومكافحته. تشخيص الحالات المصابة والملامسين بفيروس كورونا من الأولويات التي عملت عليها فرق الاستجابة بعملية المسح الميداني للمناطق ضمن برنامج الزائر الصحي باستخدام قاعدة البيانات المحدثة إلكترونيا لمتابعة المرضى في منازلهم. نسبة الإنجاز حاليا كقاعدة بيانات على عموم المحافظة وعلى جميع القطاعات في مراكز الرعاية الصحية الأولية هو 95%، أكثر من 95%. والله متابعتهم جيدة جدا، يعني يتابعون المنطقة جاي يطلعوا لها اللي يشكون بي ملامس، استجابتهم سريعة، جاي يعطون توعية للناس. وتتركز أهمية البرنامج في تقديم أفضل الخدمات الصحية من خلال قاعدة البيانات واستثمارها بالطرق المثلى ومتابعة المصابين والتأكيد على اتباع الإرشادات الصحية والتوعوية بعدم الاختلاط والالتزام بالحجر المنزلي. الغرض هو من البرنامج الزائر الصحي هو تسهيل الإجراءات الروتينية بالنسبة للمراجعين بالاستفادة من الخدمات الطبية اللي داخل المركز الصحي، وتساعد في تحليل وجميع وتكوين قاعدة بيانات خاصة بالمرضى كل قطاع وضمن الرقعة الجغرافية التابعة لكل قطاع والمراكز الصحية الموجودة المنتشرة في عموم المحافظة. ويؤكد معنيون أهمية تطبيق برنامج الحوكمة الإلكترونية على مستوى وزارة الصحة لما له من أهمية كبيرة في متابعة بيانات المرضى إسوة بباقي الأنظمة الصحية على مستوى العالم.
تأسيس قاعدة بيانات إلكترونية من خلال برنامج الزائر الصحي ساهم إلى حد كبير بفرق الاستجابة بمساعدة وتشخيص الحالات المصابة بفيروس كورونا. للعراقية الإخبارية علي كريم المثنى. مشاهدينا، وعن هذا الموضوع انضم معنا مراسلنا من المثنى علي كريم. علي، أهلا بك. ما المساحة الفعلية التي غطاها برنامج الزائر الصحي في المثنى؟ نعم، تحية لكم. حقيقة يعني برنامج الزائر الصحي من البرامج المهمة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة أسوة باقي الدول، وحقيقة محافظة المثنى من المحافظات الرائدة في هذا البرنامج، حيث عملت على تأسيس البرنامج الحوكمة الإلكترونية من خلال تحديث قاعدة البيانات لجميع المواطنين في محافظة المثنى البالغة أكثر من 850 ألف نسمة، وبالتالي جميع البيانات محدثة. وبالتالي اليوم الفرق الطبية الصحية تعمل على زيارة هذه المناطق ومسحها صحيا، المناطق التي شكلت فيها إصابات بفيروس كورونا والملامسين، وبالتالي زيارة هذه المناطق حسب الرقعة الجغرافية ومتابعتهم وإرشادهم، والتأكيد الإرشادات التوعوية والصحية كانت حاضرة من قبل الملاكات الطبية والصحية للمرضى المصابين، وبالتالي أيضا حثهم على عدم الخروج إلا بعد إتمام 14 يوما من الحجر المنزلي وعدم الاختلاط بالآخرين. وكانت هناك استجابة كبيرة من قبل المواطنين الذين أشادوا بالملاكات الصحية التي تأتي دائما لهم في منازلهم. يعني هذا برنامج التذكرة الإلكترونية أيضا هو برنامج خاص في المحافظة. الجهات الصحية أكدوا ضرورة أن يكون هناك ربط للحوكمة الإلكترونية ما بين وزارة الصحة وباقي المحافظات العراقية لكي يتسنى لهذا البرنامج التقدم بشكل فاعل كبير، ويتسنى أن يكون للوزارة جميع بيانات الخاصة بالمرض. أما يخص موضوع يعني الإصابات في موضوع كورونا، حقيقة يعني لا زالت الإصابات مرتفعة في محافظة المثنى، حيث بلغ عدد تراكمي لحد هذه اللحظة أكثر من 9000 إصابة، ومؤشر كبير. بالمقابل الآونة الأخيرة شهدت محافظة المثنى حالات شفاء كبيرة أيضا، لكن لا زال الموضوع برمته متعلق بثقافة والتزام المواطن بالإجراءات الوقائية. وحقيقة يعني نلاحظ اليوم أن المواطن ما زال لا يطبق هذه الإجراءات من خلال التباعد الجسدي، من خلال عدم ارتداء الكمامات في الأسواق، والتهاون بهذا الفيروس. لا سيما أن الجهات الصحية اليوم تؤكد أن هناك موجة جديدة، لا سيما ارتفاع مؤشر الإصابات في شهر العاشر الموسم الخريفي مقبل، من مؤكد أن يكون هناك ارتفاع للإصابات. لذا نحذر مواطنينا ونوجههم من خلال شاشة شبكة الإعلام العراقي بضرورة الالتزام بشبكة بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات، وأهمية يعني اتباع الإجراءات الوقائية والصحية للتغلب على هذا الفيروس. علي، طيب ما هي استعدادات الحكومة المحلية في المثنى لموجة ثانية من كورونا؟ حقيقة يعني بعد افتتاح يعني ردة العزل الحياة السادسة البالغة 114 سرير، يعني هذه إضافة جديدة للغطاء السريري لمحافظة المثنى. وأيضا كانت هناك ردهات جديدة أخرى، يعني اليوم العتبة الحسينية في قضاء الرميثة عملت على استحداث مستشفى جديد بسعة 100 سرير. هذا المستشفى تطبق في كل المعايير الصحية، ومن المؤمل يعني وصل نسبة الإنجاز فيه 80%، ومن المؤكد يعني إكماله خلال الفترة المقبلة يكون إضافة جديدة للغطاء السريري. الحكومة المحلية وضعت أيضا غطاء سريري متكامل خوفا من ارتفاع هذه الإصابات، وحذرت أيضا المواطنين من ضرورة أن يكون هناك اتباع للإرشادات الصحية والوقائية من خلال يعني التباعد الجسدي، من خلال عدم الاختلاط. دائما يؤكدون على أهمية أن يكون هناك تباعد اجتماعي، عدم الاختلاط مع المصابين، عدم أيضا نزول بعض المصابين إلى العيادات الخاصة وضرورة توجيههم. لاحظنا في الآونة الأخيرة أن عدد المصابين بالمحافظة في خلال العيادات الخاصة يتجولون في الأسواق،
اليوم مو على المواطن ضروري ومطلوب، نحتاج اليوم ثقافة كبيرة من قبل المواطن أن يعي أهمية هذا الفيروس وعدم الاختلاط مع الآخرين، لا سيما أن اليوم كل يساهم بالتوعية الصحية. اليوم التوعية الصحية ضرورية من قبل المواطن، وثقافة المواطن هي المعنية بالدرجة الأساس. نعم. طيب علي، إلى أي مدى تسهم الحوكمة الإلكترونية للمراكز الصحية في المثنى بوصول الفرق الطبية إلى المصابين والملامسين بفيروس كورونا؟ حقيقة يعني البرنامج الحوكمة الإلكترونية من البرامج التكنولوجية المتطورة أسوة بباقي دول العالم، واليوم محافظة المثنى لديها بيانات كاملة عن جميع المرضى وجميع المواطنين، وبالتالي اليوم عندما تؤشر إصابة في منطقة معينة وحسب الرقعة الجغرافية تذهب الفرق الصحية، هناك قطعة أو لوحة موجودة على باب الدار تحتوي اسم رقم الدار، وبالتالي إدخال البيانات إلكترونيا فتظهر أسماء العائلة بالكامل، رب الأسرة وزوجته ومجموع الأطفال، وبالتالي سيكون هناك قاعدة بيانات متوفرة للفرق الصحية، إذ كان هذا البرنامج برنامج كبير ومساهم، ساهم بتغطية مجموعة اللقاحات الخاصة بالأطفال وبشل الأطفال، وأيضا جميع المرضى المتسربين، مثلا هناك بعض المواطنين يعملون على عدم الذهاب للمراكز الصحية، بالتالي الفرق الصحية تعمل على زيارة إلى بيوتهم من أجل تلقيح الأطفال خاصة في برنامج شلل الأطفال أو ما يخص بعض الأمراض المستعصية أو المزمنة، وبالتالي يعني تبليغهم بضرورة مراجعة المراكز الصحية ومعالجتهم من أجل ضمان. نعم علي، شكرا لك. علي كري مراسل العراقية من المثنى، شكرا لكل ما تفضلت به. أكد السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي قرب اعتماد لقاح ضد فيروس كورونا وتوفيره في العراق نتيجة التعاون الثنائي بين البلدين، وذكر السفير هيكي أنه متفائل بقرب اعتماد اللقاح ضد الوباء ليس في بريطانيا فقط ولكن في العراق أيضا، وذلك بسبب التعاون الثنائي بين الحكومتين العراقية والبريطانية. دعما لجهود العراق في مواجهة جائحة كورونا، وصلت إلى بغداد طائرة مساعدات طبية قادمة من السعودية تحوي أطنانا من المعدات الوقائية والعلاجية. شحنة مساعدات طبية من المملكة العربية السعودية تصل إلى قاعدة محمد علاء الجوية في مطار بغداد الدولي. المبادرة السعودية تأتي في إطار دعم العراق لمواجهة جائحة كورونا وتوثيق التعاون المتبادل بين وزارة الدفاع العراقية والسعودية. استلام أول شحنة مساعدات تصل من وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، عبارة عن أدوية ومواد طبية ومستلزمات يحتاجها الجيش العراقي، وهذه بادرة خير إن شاء الله لعلاقات أفضل ومؤشر جيد على حسن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق. نشكر المبادرة اللي قدمتها أو قدمها الجيش المملكة العربية السعودية الشقيق لمساعدة مديرية الأمور الطبية ببعض المواد الطبية، وإن شاء الله هذه تكون فاتحة خير لتوسيع هذا التعاون من خلال مذكرة تفاهم. نأمل أن تعقد بين الجيش العراقي وجيش المملكة العربية السعودية الشقيق لتطوير في مجالات الطبية ومجالات الفنية وكذلك في مجالات التدريب. فتح آفاق تعاون جديد في مجالات الصحة والأمن جسدتها هذه المبادرة الإنسانية السعودية للانفتاح بعلاقات جديدة مع العراق، هدفها تبادل المصالح المشتركة بين البلدين. هذا دلالة على التنسيق والتعاون المشترك بين الأشقاء، وإن شاء الله تستمر التعاون ومستمر التعاون بين وزارة الصحة العراقية ووزارة الصحة السعودية، وهذه المساعدات من وزارة الدفاع السعودية إلى قوات المسلحة هو دعم إلى الجهد الطبي العام في العراق. كل دول العالم تعاني من جائحة كورونا، فبالرغم أن المملكة العربية السعودية أيضا ليست بمعزل عن هذه الجائحة، تبادر بهكذا مبادرة طيبة لإسناد الجهود
العراقية في التصدي لهذا الوباء في العراق، سواء كانت هذه الجهود مدنية ممثلة بوزارة الصحة أو عسكرية ممثلة بمديرية الأمور الطبية التابعة لوزارة الدفاع. وهذه المبادرة هي محل تقييم لدينا، محل تقييم كبير. هذه المساعدات ليست بغض النظر عن القيمة المادية، وإنما قيمتها المعنوية بأنها البادرة الأولى لفتح أواصر التفاهم والتعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والقوات المسلحة السعودية وبين جمهورية العراق، وزارة الدفاع العراقية، مديرية الأمور الطبية العسكرية. إنها المبادرة الأولى لفتح أواصر التعاون، التدريب والتجهيز والتعاون المشترك بين المملكة وبين الحكومة العراقية. وزارة الدفاع السعودية ترسل مساعدات طبية للعراق في خطوة وصفت بأنها مبادرة إنسانية تعزز أواصر التعاون بين البلدين. من قاعدة محمد علاء الجوية، حسام التميمي، العراقية الإخبارية. أعلنت وزارة الصحة المصرية خروج 900 مواطن تعافوا من فيروس كورونا المستجد بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة. وأعلنت الوزارة في بيان عن تسجيل 153 إصابة جديدة ضمن إجراءات المراقبة والتقصي التي تجريها الوزارة، إضافة إلى تسجيل 21 حالة وفاة في عموم البلاد. أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز غلوغي أن المنظمة تتوقع ارتفاع في عدد الوفيات بكورونا في أوروبا خلال شهري تشرين الأول والثاني المقبلين، محذرا من أنهما سيكونان أقسى شهرين في مواجهة الوباء. وجاءت تصريحات غلوغي بينما يقترب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا الجديد في العالم من 29 مليون بعد أن سجل العالم أعلى زيادة يومية في الإصابات بالفيروس. أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 415 حالة وفاة و 14,768 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية. وسجلت البرازيل حتى الآن 131,625 حالة وفاة و 4,330,455 إصابة مؤكدة بالفيروس، وتحتل البرازيل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة بعدد الوفيات والإصابات. مشاهدينا، تذكير بالعناوين. الصحة العامة تحذر المواطنين من خطر موجة ثانية لفيروس كورونا الشتاء المقبل.